انت عارف ان الاستثمار في حسابات التوفير احسن مليون مرة من شهادات الادخار، لان العائد بتاعها محترم وممكن تسحب وتودع منها براحتك من غير ما تستنى دوريات صرف ولا ميعاد معين عشان تكسره. عشان كده انا هقولك في الفيديو ده على احسن 5 حسابات تستثمر فيهم فلوسك. بس لو عايز تعرف تفاصيل اكتر عن الحسابات دي ومين البنوك اللي بتقدمها يبقى تابعني للاخر وانا هقولك. معظم الناس دلوقتي بقوا يتجهوا لاستثمار فلوسهم في حسابات التوفير وشهادات الادخار لانها أأمن استثمار دلوقتي، والعائد بتاعهم بقى مناسب جدا لشريحة كبيرة من الناس، خصوصا ان البنوك بقوا يتنافسوا دلوقتي مين هيقدم اعلى عائد عشان يجذب العمالين. بس لو بتسأل عن احسن حسابات تستثمر فيها فلوسك يبقى اسمعني كويس جدا، عشان هقولك على كام حساب العائد بتاعها خيالي. واولهم حساب سيطرة بلس من بنك سيب، وده بعائد بيوصل ل 30%. من مميزات الحساب ده انه بيتيح للعملاء حرية السحب والايداع في الحساب في اي وقت وبدون اي قيود، وده عكس الشهادة مرتفعة العائد. بس انت لازم تعرف ان الحد الادنى للرصيد لفتح حساب التوفير هو 10,000 جنيه، والحد الادنى لاحتساب الفوائد هو 15,000 جنيه، وبيتم احتساب العائد على اساس الحد الادنى للرصيد خلال الشهر. يعني لو الرصيد من 15,000 لمليون جنيه هتبقى الفايده 20% للعائد الشهري و23% للعائد السنوي، ومن مليون ل 5 مليون جنيه هتبقى 21% للعائد الشهري و24% للعائد السنوي، ومن 5 مليون ل 10 مليون جنيه 22% للعائد الشهري و25% للعائد السنوي، ومن 10 مليون ل 15 مليون الفايدة 25%، ومن 15 مليون ل 20 مليون 25% للعائد الشهري و26% للعائد السنوي، ومن 20 مليون ل 50 مليون الفايدة 25% للعائد الشهري و27% للعائد السنوي، ولو أكتر من 50 مليون الفايدة هتبقى 30% للعائد السنوي. وعندك حساب التوفير من بنك الكويت الوطني، وده بعائد 25% بدورية صرف شهرية، وعموما بيكون العائد حسب كل شريحة. يعني لو رصيدك 250,000 لمليون جنيه يكون العائد 18% شهريا، ومن مليون ل 5 مليون جنيه يكون العائد 19% شهريا، ويكون العائد على 5 مليون ل 10 مليون جنيه 20%، ومن 10 مليون ل 20 مليون 21% شهريا. وعندك كمان مصرف ابو ظبي الاسلامي اللي بيقدم لك حساب توفير الغني بلس بعائد 25% شهريا، وبحد ادنى لفتح الحساب واحتساب العائد 250,000 جنيه. وفي حساب البنك العربي الافريقي المعروف باسم جولدن سيفنج بعائد 30%، عشان كده يعتبر اعلى حساب في مصر، وده الحد الادنى لفتحه واحتساب العائد 500,000 جنيه، ومصاريف فتح الحساب والمصاريف الشهرية 50% من مصاريف الحساب الجاري وحساب التوفير. الحساب ده بيتميز بأكتر من دورية صرف شهرية وربع سنوية ونص سنوية وسنوية بعوائد مختلفة. يعني لو اخترت دورية صرف الفايدة الشهرية بيكون العائد 24%، ودورية صرف الفائدة الربع سنوية بتكون 24.5%، ودورية صرف النص سنوي بتكون 25%، ودورية صرف الفائدة السنوية 30%. واخيرا انت عندك حساب بنك القاهرة باسم حساب ميجا توفير بعوائد مرتفعة ودوريات صرف متنوعة بين الشهري والربع السنوي والسنوي، والحد الادنى لفتح الحساب 5,000 جنيه، والحد الادنى لاحتساب الفايدة 50,000 جنيه. يعني لو هتستثمر في الحساب 50,000 جنيه لمليون جنيه يكون العائد 17%، ومن مليون جنيه ل 10 مليون جنيه يكون العائد 19%، ومن 10 مليون جنيه ل 20 مليون جنيه يكون العائد 22% سنويا، ومن 20 مليون جنيه واكتر يكون العائد 24%. لكن بالنسبه لدوريه الصرف الربع سنويه يكون العائد لمبلغ 50,000 لمليون جنيه هو 17.5%، ومن مليون جنيه ل 10 مليون جنيه يكون العائد 19.5%، ومن 10 مليون جنيه ل 20 مليون جنيه يكون العائد 22.5% سنويا، ومن 20 مليون جنيه واكتر 24.5%. ولو هتختار دورية الصرف السنوية لمبلغ 50,000 جنيه لمليون جنيه هيكون 1%، ومن مليون جنيه ل 10 مليون جنيه بيكون العائد 20%، ومن 10 مليون جنيه ل 20 مليون جنيه يكون العائد 23% سنويا، ومن 20 مليون جنيه واكتر يكون 27%. ودلوقتي قول لنا ايه احسن حساب تستثمر فيه فلوسك.